السيدة أم حسن تتفضل. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. لو سمحت يا فضيلة الشيخ. تفضلي. لو سمحت. تفضلي يا حاجة أم حسن. أنا عايزة أسأل ثلاث أسئلة. تفضلي. لو سمحت، أول سؤال. يا حاجة أم حسن بعد إذن حضرتك. أول سؤال. حاجة أم حسن ممكن بعد إذن حضرتك. يمامة بتنزل على الشباك بتبيض. حاجة أم حسن بس ممكن بعد إذن حضرتك توطي التلفزيون وتسمعيني من التليفون لو سمحتي. لو سمحت. سامعني كده؟ بس وطي التلفزيون واسمعيني من التليفون عشان نقدر نتواصل. اتفضلي. سامع حضرتك يا حاجة أم حسن. كده؟ سامع حضرتك، اتفضلي. أول سؤال، أنا عندي يمامة بتنزل على الشباك تبيض بطين ويطلعه، ولما يجوا يطيروا يتربيهم، ولما يجوا يطيروا اخدهم اذبحهم، هل ده حرام؟ انت دلوقتي اليمام ده يمام ولا حمام؟ يمام. طيب اصل هو الحمام ده اكيد بتاع حد. لا ده يمام. طيب انت عارفه الفرق ما بين اليمام والحمام ولا لا؟ طبعا عارفاه. طيب يا ستي، ما انا بسالك بس عشان احنا عندنا الحمام ده بيتربى في غيات عندنا فبيبقى ليه صحاب. ايوه ماشي. طيب اذا كان الامر كذلك، وهي بتسيبهم ولا بتسيبهم وانت بتكبريهم ولا ما بتكبرهمش؟ لا هي بتكبرهم لحد ما يبقوا هيطيروا. هي بتكبرهم لحد ما يبقوا هيطيروا، انا باخدهم. طيب اذا يجوز ان الحاجه اللي ملهاش اصحاب دي، لان ده مما يمكن ان يصاد، يبقى انت صيدك بيجي لك لغايه عندك فيجوز ان انت تاكليهم. اتفضلي. بس طيب على فكره ما تؤذيش الام دي في ولادها، يعني تخلي بالك ما تاذيش الام دول في ولادها. يعني هي لو ان الام دي عايزه تبقى مع اولادها فانت في حاجه وفي غنى عن ده. لو بتساليني الام دي لو جيتي في يوم من الايام هقول لك تعرفيها ازاي، ودي علامه معارفينها الناس اللي بيطيروا. لو ان هي لما خدتيهم مره جت قعدت تيجي وتنقر على الشباك وتدور عليهم، الاسلام لك بلاش تاخديهم يا حاجه ام حسن. خلاص. هي بتيجي تبص على المكان. لا ما تذبحهمش حاجه ام حسن، ما تذبحهمش. سيبيهم لامهم. سيبيهم لامهم. طب ما هيطيروا. ما تسيبيهم يطيروا يا حاجه ام حسن، يعني ما تاخدهمش. بص يا حاجه ام حسن، انت دلوقتي بتخيريني، بتقولي لي الاحسن ايه؟ الاحسن ان انت تسيبيهم لامهم. ايوه. انت بتقولي لي دلوقتي انا لو صدتهم دلوقتي في مشكله؟ لا مفيش مشكله، لو انت خدتيهم دلوقتي كانك صدتيهم. بس ايه المشكله في كده؟ المشكله في ايه؟ انت بتساليني انا الاحسن عندي ايه؟ ان انت تتركيهم لامهم، بما انك انت مش محتاجه لده. واضح؟ خلاص. مش انت بتساليني الاحسن ايه؟ الاحسن سيبيهم لامهم. خلاص ماشي. اتفضلي، السؤال الثاني. طب السؤال الثاني، انا لما بنام باجي عيني تروح في النوم بلاقي المخدة مليانة نمل. ومجرد ما فتح عينيا ما لقيهوش. يقرصني ويمشي، بس مجرد ما النمل كبير كده، مجرد ما فتح عينيا ما لقيهوش يمشي. طيب غيري مكان نومك يا حاج، اعملي خلي مكان النوم الناحية التانية واقرأي الفاتحة 7 مرات. بقرا. خلاص يبقى اعملي كده، غيري حاجه ام حسن، غيري مكان نومك بس. خلاص ماشي. السؤال طيب. الثالث. السؤال الثالث، انا عندي شهاده في البنك. طيب. فانا اولادي كانوا محتاجين فلوس يعني وكده، فروحت خدت كارد عليها واديته لهم. طيب. هل ده حرام ولا حلال؟ دلوقتي انت عملتي ايه؟ انت خدتي فلوس من البنك، كتبتي السبب اللي انت خدت الفلوس عشانه ايه؟ العيال محتاجين فلوس. طب حاجه ام حسن، انت وبتكتبي تاخدي فلوس لازم في بند كده بتكتبي فيه ان انت خدت الفلوس، ايه السبب اللي انت خدت الفلوس علشانه؟ عشان تستثمريها. لا طالما انا حاطه شهاده فبيدوني على الشهاده ما بيسالونيش. طيب يعني انت اقترضتي. بيقولوا لي من حقك تاخدي اللي انت عايزاه. طيب من حقك اللي انت تاخدي اللي انت عايزاه، لازم بس الفايده، طبعا بس الفايده بسيطه 10%. برضه انا مش انت مش هو لازم تكتبي الغرض من اخذ الفلوس ايه؟
في الورق. هو الغرض، الغرض من اخذ الفلوس ان انا العيال اللي عايز يرخص عربيته واللي عايز يسد ديونه واللي وانا عايز اجيب علاج. كويس. شوف اللي انت قلتيه دوت اسمه ايه بقى؟ الفلوس اللي انت خدتيها دي جائز، لان انت خدت الفلوس دي عشان تعملي خدمه وعشان تشتري حاجه وعشان تفعلي شيء من الخير. فيبقى الفلوس اللي انت خدتيها دي كان حصل تمويل للخدمة وحصل شراء للحاجة، فيجوز الفلوس اللي انت خدتيها دي تديها لأولادك، تدي منها لأولادك وكمان تعملي بيها الخدمات، تشتري بيها العلاج وتعملي بيها العملية، يجوز يا حاجة أم حسن.